بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من الزراعية الآن. فترة مهمة جدا، بداية موسم إن شاء الله يكون موسم خير للسادة المزارعين وعلى مصر كلها، وأيضا عندنا بعض المحاصيل اللي محتاجة نوع من المعاملات والانتباه الشديد علشان نحافظ على إنتاجيتها، وخاصة لما نكون حققنا نجاح كبير جدا في السنوات الماضية، خاصة لما نيجي نتكلم عن الموالح والبرتقال وما تم من تطور في هذه الزراعة. فعلا تطور، لما أشوف الإنتاجية بتتضاعف عند المزارع وناس بتكلمني على 20 طن وأكتر و25 طن للفدان، لما نيجي نتكلم على بعض المشاكل اللي حصلت والمزارع نجح إن هو يتغلب عليها لأنه قدر يتعامل معها بالعلم وبتطبيق المعلومة الإرشادية السليمة. مراحل كتيرة مرنا بيها ونجحنا كمان في التصدير، ومصر بتحتل مكانة متميزة نظرا لجودة المنتج، وده بيتطلب معاملات زراعية كتير، وعلى رأسها الاستخدام الآمن للمبيدات، مراعاة الظروف المناخية، مراعاة جودة التربة والمياه، معاملات مختلفة بيقوم بيها المزارع من أجل إن هو يقدر ينجح في إنتاجه. لو جينا نتابع هذا الملف هنلاقي إن احنا قدرنا نحقق فيه طفرة في الإنتاج، هنلاقي إن كمان الدولة اهتمت بالمزارع وفتحت له أسواق جديدة. مصر في السنوات الأخيرة قدرت تدخل عدد من الأسواق، ومن أهمها كمان سوق اليابان، اللي ترجع أهمية السوق ده لمتطلبات الجودة اللي هو بيفرضها على الدولة اللي بيستورد منها، وده في حد ذاته شيء مهم جدا. أنا معايا الدكتور محمود محمد الطناني، رئيس قسم الموالح، رئيس قسم بحوث الموالح سابقا بمعهد البساتين. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ سامح، واهلا بالساده المشاهدين. طبعا انا في الاول لازم اشكر حضرتك لانك التواصل معنا ده شرف كبير، واشكرك كمان على المجهود اللي انت بتقوم بيه ليل نهار لخدمه المزارع المصري. تاريخك العلمي واجتهادك وحبك للوطن فشيء نفتخر به كعالم من علمائنا. بشكر حضرتك يا دكتور محمود. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ سامح، واحنا كلنا في خدمه مصرنا الحبيبه، وعايزين ان احنا نساعد على زيادة إنتاجيتنا والتوسع الأفقي من الموارد المصرية بل لكل المحاصيل الزراعية إن شاء الله. طب لو جينا نتكلم على وضع مصر في إنتاج الموالح وخاصة البرتقال، تقول عنه إيه؟ أولا حضرتك أنت تعلم سيادتك جيدا أن الموالح تعتبر المحصول الاستراتيجي الأول في مصر ومحصول الفاكهة الأول من حيث المساحة ومن حيث الإنتاج، واحنا طبعا نعتبر احد مصادر الدخل القومي المصري الزراعي. كمان ان الموالح تعتبر احد ركائز صادراتنا الزراعيه في الخارج، وذلك لما تتمتع به من قدره تنافسيه وميزه نسبيه عاليه. وتعلم سيادتك ان البرتقال، محصول البرتقال على راس القائمه بالنسبه لمحصول الموالح، ان احنا طبعا نعتبر او تعتبر مصر هي اولى دول العالم تصديرا للبرتقال، وده بما يتمتع به من ميزه نسبيه يا استاذ سامح وقدره تنافسيه عاليه تجعل له مكانه مرموقه بين الاسواق العالميه. الميزه اللي موجوده في ايه؟ المعاد ولا التلوين ولا الطعم ولا ايه السبب ان احنا بنتمتع بميزه نسبيه؟ تمام، الميزه الموجوده في حضرتك ان احنا الحمد لله أصبح منتجنا من الموالح تقريبا يكاد يكون خالي من متبقيات المبيدات السامة والمعادن الثقيلة اللي هي معظمها بيتم من معايير الجودة اللي بيتم رفضها في سوق التصدير. دي من ناحية. من ناحية تانية ان احنا طبعا أصبحنا دلوقتي بنعمل حاجة جديدة، ودي بقالها سنتين أو سنة ونص تقريبا، اللي هو التكويد والتتبع في مزارع الموالح المصرية. التكويد والتتبع. الايجيبشن تريسابيلتي سيستم، ان ازاي نتتبع محصول الموالح بل معظم محاصيل الخضره والمحاصيل الحقليه ابتداء من زراعتها ثم انتاجها ثم بعد كده خلال المراحل المختلفه لنموها وعدم استخدام وتقليل استخدام المبيدات عليها لحد ما يوصل المنتج للتعبئه ثم التصدير. احنا وصلنا لانتاجيه قد ايه في الفدان للمزارع النموذجيه؟ المزارع النموذجيه حضرتك هي 11 طن للفدان. 11 طن متوسط.
كمتوسط 11 طن للفدان. متوسط. لا بس يعني عارف ان في مزارع بتجيب لغايه 20 طن بس دول بيتظلموا بقى في ده. الكلام ده ينطبق على البرتقال ابو صره. اما بالنسبه للبرتقال الصيفي في مزارع بتوصل من 25 ل 30 طن. ايوه طيب. وده طبعا يعني محصول محترم وممتاز جدا، يعني محصول الشجره لوحده بيتعدى من في الحاله دي من 200 ل 250 كيلوغرام. ما شاء الله. طيب لو نيجي نتكلم على التغيرات المناخية وتأثيرها على الموالح عموما، هل التغيرات المناخية تأثير على الموالح ولا هي أكثر مقاومة من المحاصيل الأخرى؟ طبعا الموالح حضرتك تعتبر المانجو من محاصيل الفاكهة الحساسة جدا جدا للتغيرات المناخية أكثر من الموالح شوية هي وبقية المحاصيل الأخرى. تمام. الموالح ستعتبر إلى حد ما، لانه طبعا من محاصيل الفاكهه الاستوائيه وتحت الاستوائيه اللي هي التروبيكال والسب تروبيكال زون، ولذلك تحملها برضه للبقيع بتتاثر، هي بتتحمل لدرجه معينه، ولكن لو انخفضت درجه الحراره الى درجه الصفر المئوي وما تحته هيحصل دروب جدا الاشجار الموالح. ولو حصل ده بالذات يا استاذ سامح حضرتك وقت بدايه التزهير وعقد الثمار، الوقت الحرج، الوقت الحرج هو وقت التزهير وبدايه عقد الثمار. تمام. لو حصل الكلام ده هوت وقت التزهير وعقد الثمار هيسبب تساقط الازهار والثمار العاقده حديثا، بالاضافه الى جفاف الافرع الحديثه لانها طبعا ما بتطولش الصقيع، هذا بالاضافه الى تشقق في جذوع الاشجار واحيانا بتؤدي الى موت الاشجار بالكامل وخاصة في بعض محاصيل المانجو، ولكن الموالح ما بيحصلهاش ده بالدرجة النهائية. طب حضراتكم كعلماء ما سكتوش، أخطر مرحلة اللي هي مع مرحلة العقد، فالمفروض المزارع هنا أو حضراتكم هترشدوه إن هو يتدخل، حضرتك ترشده بإيه بقى؟ بالظبط كده حضرتك، أولاً لو المزارع قام بعمليات خدمة شتوية جيدة للأشجار مع اضافه بعض المعاملات اللي بيتم عملها قبل نزول او وطئه الصقيع او ارتفاع درجات الحراره فهينجو من هذه المعاملات، واهم هذه المعاملات الخدمه الشتويه الجيده يا استاذ سامح. ومن الخدمه الشتويه الجيده ان ازاي يحط الماده العضويه بتاعته بالطريقه السليمه وبالمعدلات المضبوطه، اللي هو مثلا الفدان باشجار الموالح البالغه المثمره 15 متر مكعب في ماء عضوي جيد التحلل، يحط 200 كيلو جرام سوبر فوسفات كالسيوم احادي، يحط 100 كيلو جرام كبريت زراعي، ودول بيتم وضعهم بطريقه احترافيه شويه، ان يا اما يعمل خندقين على يمين ويسار الشجره تحت النقطات بعمق 30 40 سنتيمتر، او يا اما ان يعمل سج بطول الارض ما بين كل صفين من الاشجار وتحت النقطات برضه، ويحط فيها الماده العضويه بتاعته بالمعدلات اللي انا ذكرتها لحضرتك. وطبعا احنا انت عارف ان الاسمده العضويه سعرها مرتفع، فالمفروض ان هو يحط السماد العضوي كل سنتين على الاقل، وبعض المزارعين ما بيعملوش كده لان ده بيساعد على اولا احتفاظ التربه بالمحتوى الرطوبي بتاعها، والماده العضويه بتعتبر مصدر لمختلف العناصر الغذائيه سواء الكبرى او الصغرى. تمام. لان وبعدين المفروض يحطها برضو مبكرا، يعني كل المزارعين بيحطوها في شهر يناير، لا انا بنصح المزارعين ان يحطوا الماده العضويه ابتداء من شهر اكتوبر او نوفمبر. ليه؟ عشان يدي فرصه للماده العضويه ان هي تتحلل وبالتالي بفعل ميكروبات التربه وبالتالي تدخل في النموات الجديده. يعني اللي هيضيف ماده عضويه المفروض دلوقتي احنا في نوفمبر يلحق قبل ما الشهر يخلص. بالظبط، وكل ما يحطها بدري كل ما يبقى افضل عشان خاطر ميكروبات التربه تشتغل عليها ويدي فرصه لتحللها لحد عشان خاطر نموات الطبيعه الجديده تستفيد. طيب. منها وبالتالي تساعد على مقاومه الظروف المناخيه الضاره وخاصه درجات الحراره العاليه وانخفاض درجات الحراره او الصقيع. في اي نصيحه تحب تقولها للمزارع في هذا التوقيت؟ بالضبط كده حضرتك. انا عايز اقول للساده المزارعين بمجرد ما يتنبأ ان هيحصل ارتفاع شديد في درجات الحراره وقت التذكير والعقد او انخفاض شديد في درجات الحراره لدرجه الصفر المئوي خلال هذه الاونه سواء في الشتاء او قبل في موسم الربيع، يرش الاشجار ببعض الاحماض الامينيه
زي الحامض الاميني البرولين بمعدل 30 جرام لكل 100 لتر ميه، او يرش ببعض المركبات زي حامض السلسلك، لان ده بيساعد على مقاومه الاستريسز سواء اذا كانت درجات الحراره العاليه او الرطوبه الجويه او كل او الملوحه او غيره او غيره او نقص الميه. ده طبعا بيرش بمعدل 40 جرام لكل 100 لتر ميه. تمام. وطبعا في معامله اخرى برضو، ان هو لو ما لقاش السلسلك اسيد في حاجه اسمها سيليكات البوتاسيوم، لان عنصر السيليكون بيساعد على مقاومه النبات للاستنفاس او للارتفاع والانخفاض في درجات الحراره، وهيحطوا حضرتك بمعدل 200 جرام لكل 100 لتر ميه من سيليكات البوتاسيوم. تمام. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود الطناني، رئيس قسم بحوث الموالح سابقا بمعهد البساتين، شكرا جزيلا على تواصل حضرتك معنا. وزير الزراعة والري يؤكدان أهمية العمل على تذليل العقبات التي تواجه الموضوعات المشتركة. أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير ووزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم مواصلة العمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه الموضوعات المشتركة بين الوزارتين، وضرورة الاستمرار في انعقاد لجنة بشكل دوري لمواصلة التنسيق بين الوزارتين بشكل دائم. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري برئاسة الوزيرين لبحث الموضوعات والمشروعات المشتركة بين الوزارتين. وتم خلال الاجتماع مناقشة موقف التحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث، حيث تم الاتفاق على الاستمرار في متابعة التحول للري الحديث بالأراضي الرملية وتطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم للري بالغمر في الأراضي الرملية، مع بحث آلية التوسع في التحول للري الحديث في البساتين ومزارع قصب السكر. كما تمت مناقشة موقف عدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها أو دراستها في ضوء خطة الدولة لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية، مثل تأهيل المساقي ومشروعات التوسع الزراعي اعتمادا على مياه الصرف الزراعي المعالجة. حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ورؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنية بالوزارتين. خطة الدولة بتعتمد في المقام الأول على تنمية الموارد المائية والاستفادة منها الاستفادة القصوى، وده بقى واضح من خلال مشاريع بيتم تنفيذها. يعني أنا لو شفت ما يتم في هذه المرحلة من مشاريع لرفع كفاءة مياه الصرف الزراعي وتحسين جودتها، من مشاريع معنية برفع كفاءة الترع وتطويرها وتبطين المراوي والمساقي ورفع كفاءتهم، لو جينا نتابع ما يتم من جهود شديدة من الدولة من أجل تحديث نظم الري داخل الأراضي القديمة والأراضي الجديدة، إن أنت يبقى عندك ري حديث، الري بالغمر والمساوئ الشديدة التي أدت إلى تراجع الإنتاجية في مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والتخلص منها. لما نتابع مصر النهاردة وإحنا بنتكلم أمام العالم عن توطين تكنولوجيا تحلية مياه البحار وإن أنا أقدر أستفيد منها، التوسع في هذا المجال في فترة حساسة جدا على البشرية كلها، وإنت بتتكلم على التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية والأرضية وكل مناحي الحياة. النهاردة في تنسيق أكتر وتبادل أيضا للآراء ما بين الحكومة من أجل الحفاظ على الأمن القومي الغذائي. وزير الزراعة تحصين 1.2 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع. تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الثالثة في جميع محافظات الجمهورية للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي
أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربيين والمزارعين. وأوضح التقرير أنه تم تحصين حوالي 659,389 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية، كما تم تحصين حوالي 626,003 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال حتى يوم 23 نوفمبر الجاري أيضا. كما أوضح التقرير أنه تم تنفيذ 13 لجنة متابعة ميدانية بواسطة الهيئة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الصحية البيطرية في أعمال التحصين، كما تم أيضا عقد 1910 ندوة إرشادية لتوعية المواطنين بأهمية التحصين، كما تم ترقيم وتسجيل 19577 رأس. تناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربيين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة. أستاذ زغلول من محافظة المنوفية، تفضل. السلام عليكم يا فندم. السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أنا كنت أكلمك على موضوع ترعة الضبعة. مالها، فكرني بيها. محور الضبعة، ترعة محور الضبعة. كنت عايز أوصل بس موصول لحد فين فيها. أنت كلمتني وأنا رديت عليك في وقتها. يعني لما احنا انا قلت لك انا كنت لسه موجود هناك وان في شغل على قدم وساق، حتى انت رديت عليا قلت لي ايوه انا شفت الطرق وشفت التطور اللي بيتم، حصل ولا لا؟ انا بفتكر معاه. فيعني حضرتك بتقول لي انا عايز اعرف هي وصلت لحد فين، وكاننا موجودين معاهم هناك. انا 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 بشكرك، انا بشكرك على ده، وبشكرك على تواصلك معايا وعلى ان انت مستعجل ان انت تروح هناك وتشتغل وتستفيد. الناس دي مستعجلة علشان عايزة توصل المية الحلوة لأراضيها، لأن في بعض الأماكن بتعاني من ارتفاع نسبة الملوحة في المياه أثرت على محصولهم فعلا. والنهاردة جاري تنفيذ توصيل المياه البحاري تعتبر أو مياه معالجة من خلال الترعة. هو دايما بيسألني على هيخلصوا إمتى، ما ده توصل لنا إمتى. أنا هعمل مداخلة مع الريف المصري بكرة إن شاء الله علشان أطمن حضراتكم على ده وتعرفوا وصلوا من لغاية فين. عناية يا أستاذ زغلول. وزير الزراعة بيعتمد صرف 16 مليون جنيه لمشروع البتلو. الناس اللي كانت دايما بتتصل بيا وتسألني مقدمين على قرض البتلو، واكيد في ناس لسه هتكلمني في الموضوع ده، لكن تم اعتماد 16 مليون جنيه. خلي بالكم ان عدد الطلبات المقدم ضخم كبير، وده شيء يعني بشكر حضراتكم عليه ان في نجاح لمشروع قرض البتلو، وفي نسبة سداد تعتبر 100% واستفاد منها عدد كبير من المستفيدين، أدى إلى زيادة عدد رؤوس الماشية اللي تم تربيتها. صرح المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بأن مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد وافق على اعتماد مبلغ 16 مليون جنيه لعدد 20 مستفيد من صغار المربيين وشباب الخريجين بإجمالي عدد رؤوس ماشية 217 رأس، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربيين. وأضاف السيد الصياد أن إجمالي ما تم تمويله للمشروعات حتى الآن أكثر من 7.5 مليار جنيه لأكثر من 41.7 ألف مستفيد لتربية وتسمين ما يزيد عن 473 ألف رأس ماشية، سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عاليات الإنتاجية لتوفير المزيد من اللحوم والألبان بحسب بيان الوزارة اليوم. وأضاف الصياد أنه تم إحياء المشروع القومي للبتلو في منتصف عام 2017 بمبلغ مخصص فقط 100 مليون جنيه، وما تم تمويله وإقراضه حتى الآن أكثر من 73 ضعف المبلغ الذي بدأ به المشروع. وأوضح الصياد أن المشروع القومي للبتلو في بدايته كان يخصص التمويل والإقراض بفائدة بسيطة متناقصة 5% طبقا لمبادرة البنك المركزي وللعجول المحلية فقط، ولكن مع تطور المشروع تم إضافة العجول المستوردة سريعة النمو إلى المشروع في عام 2020 من خلال عقد بروتوكول مع البنك الزراعي المصري وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية
كما تم إضافة العجلات المستوردة عالية الإنتاجية من الألبان واللحوم إلى المشروع عام 2021 لضخ كميات أكثر من اللحوم والألبان وتوفير المزيد من فرص العمل. معانا شعبان؟ أستاذ نعمان، أهلا وسهلا. أهلا بيك، حضرتك منين بالظبط؟ ازيك؟ أستاذ نعمان؟ أيوة يا باشا. أنا سامعك كويس، اتفضل. حضرتك احنا بالنسبه لموضوع القطن، انتم ايه بالنسبه لموضوع القطن يا باشا؟ القطن، اه ماشي اتفضل. احنا ودينا القطن حضرتك حسبوني على 3700، ايوه، واللي ودى قبلنا 4200، واللي بعدنا ب 4600. طب حضرتك مش في مساواه ليه؟ ازاي ان احنا يعني في فرق في القنطار 900 جنيه؟ انت في محافظة ايه يا حاج؟ محافظة الشرقية سان الحجر. الشرقية سان الحجر. انت بعت خلاص صح؟ احنا ودنا اللي مجمع حضرتك مودين حوالي 13 قنطار، يعني مبلغ كبير. انت بعتهم خلاص، المزاد اتعمل وبعت صح؟ اه اه. طيب بشكر حضرتك. الناس اللي بتتكلم على اسعار القطن وكنا بنشتكي وبيقولوا القطن سعره غير مجزي، الاسعار ابتدت تتحرك واتغيرت عن بداية الموسم، وقلنا ان ده مزاد وبالسعر المعلن في نفس اليوم، اللي باع خلاص باع، اللي في الفتره دي لسه بيحضر المزاد او هيسوق في المزاد هو ده السعر، السعر طبقا للمزاد المعلن في نفس اليوم. في عندنا يعني مجهود كبير جدا بنشوفه في هذه الفتره علشان نقدر ان احنا يعني نتابع ما يتم من مشروعات قوميه. يعني لو جينا نتكلم على مشروع المليون ونصف مليون فدان اللي أستاذ زغلول تقريبا كان بيكلمني عنه وبيقول لي الترعة بتاعت الضبعة، من حقك تسأل عنها ترعة الضبعة. المليون ونصف مليون فدان هو يعتبر إضافة للرقعة الزراعية المصرية، ويعتبر إجابة لسؤال كانت الناس دايما بتسأله، فين الأراضي الجديدة؟ الدولة المصرية كبيرة، احنا ليه ما بنزرعش الصحراء؟ وقعدنا سنين بنسمع الكلام ده، وقعدنا عمر بنتابع محاولات للتوسع في الرقعة الزراعية، وفي النهاية أدركنا ان العمل محتاج قرار، محتاج إرادة، وده اللي شفناه النهاردة. علشان تزرع الصحراء وتقول انا هتوسع في مليون ونصف مليون فدان، شبكة طرق عملاقة ومكلفة جدا، إمداد الطاقة وده أيضا شيء مكلف جدا، استصلاح هذه الأراضي وتجهيزها للزراعة وإمدادها بمصادر للري، عندك أماكن محتاجة يتمدلها مياه بحاري، أماكن مياه الجوفية فيها مناسبة لبعض المحاصيل، التوسع في إدخال أنواع جديدة من الاستثمار الزراعي داخل الصحراء زي ما بنشوف دلوقتي الاستزراع السمكي والبحري بالنسبة للأحياء البحرية داخل الصحراء نفسها. فأنت بتتكلم على استثمار حقيقي من خلال إرادة دولة بتنفذ ده، من خلال جيش من العلماء قادر إن هو يشتغل في ظروف صعبة جدا، وإن هو يكون على قدر من القوة العلمية اللي تقدر تتغلب على المشاكل اللي هيقابلها. أنت داخل صحراء مجهولة سنين وإحنا بنتكلم على تنميتها وتطويرها. الإعداد للمشروع المليون ونصف مليون فدان برضو العمل فيه كان منظم من البداية، إن يبقى فيه أخذ لعينات التربة وأخذ من عينات المياه ودراستها، إن يكون فيه متابعة لاتجاه الرياح ومناسبة هذه الأماكن للزراعات المختلفة. موضوع ما تمش في يوم وليلة، لكن بعد دراسات كثيرة ومن علمائنا في مصر، المليون ونصف مليون فدان بقى أمر واقع وأصبح مشروع موجود ليه إنتاج وليه حصاد في مساحات خضراء بتزداد يوم بعد يوم، وفي تطور فكري في تنفيذ هذا المشروع. ده أحد هذه المشاريع اللي تبنتها الدولة في هذا التوقيت من أجل الحفاظ على الأمن القومي الغذائي. أستاذ إبراهيم من البحيرة تفضل. أستاذ إبراهيم معايا؟ أستاذ إبراهيم حضرت عاوز استفسر عن الارض اللي في المغرى، مالها؟ عاوز فيها قطعه ارض.
طب ليه؟ انا عايزك بقى زي ما بتشوفنا بنتكلم عن المشاريع دي، انا بكره ان شاء الله هيبقى معايا مداخله هاتفيه مع شركه الريف المصري. بس النصيحه اللي بقولها لحضرتك، هم ليهم مكتبهم في مدينه نصر في عباس العقاد، وليهم موقع الكتروني على الانترنت تقدر انت تدخل عليه، فعلشان تتعرف على كل التفاصيل. يعني انا بكره ان شاء الله هيبقى عندي مداخله، بس احنا هنقول اكيد الخطوط الرئيسيه. لا يمكن ان انت هيجي لك كل التفاصيل الا لما تتواصل معهم. بكره تابعني وان شاء الله برضو هيبقى في طريقه ازاي انت تتواصل معهم، يا اما هاتفيا يا اما تزورهم. تمام؟ خلاص ماشي. هو انت منين في البحيره؟ انا من شبراخيه. احسن ناس. انت بتشتغل مزارع ولا صاحب ارض؟ انا بشتغل مزارع برضو، عاوز ابقى ليا قطعه ونشتغل. من حقك. ايوه من حقك ان انت تبقى بتفكر في الحلم ده، تبقى صاحب ارض وتزرع لنفسك وتبقى حاجه كويسه ليك ولاولادك. حاضر، بكره ان شاء الله. المليون ونصف مليون فدان، الحلم اللي كنا بنشوفه بيتولد، توسعنا فيه وبقينا نشوف مستقبل مصر والدلتا الجديده. شفنا افتتاح هذه المشاريع بايام حصاد، يعني من الجميل ان انت تشوف يوم حصاد بتبتدي بيه مشروع ضخم، بتوري للمصريين وتفرجهم على انتاجه. ان انت توصل مياه لهذه الاماكن كانت عبء على البيئه ولا يتم استغلالها، وتكون مصدر من مصادر التنميه في وقت مهم جدا، ان انت تحافظ على كل قطره مياه. ده نوع من توفير فرص عمل مباشره. عندك فرصه عمل للناس اللي عايزه تشتغل، عندك فرصه استثمار كمان، استثمار داخلي وخارجي. بعد ازمات كثيره شفناها حصلت، بقى أبنائنا المصريين بيرجعوا لبلدهم عايزين يدوروا على استثمار من وقت كورونا كمان. الناس دي رجعت عايزة تشتغل، طب إيه اللي أقدر يكون في استثمار آمن؟ القطاع الزراعي. فلولا هذه المشاريع اللي وفرت فعلا بيئة مناسبة للاستثمار الزراعي، ما كنتش هتلاقي هذه الفرص، ولا فرصة عمل، ولا نوع من جذب الاستثمار أو رؤوس الأموال. والحمد لله إن إحنا دولتنا في هذا التوقيت بتنتفض. يعني هذا هو العصر الذهبي للقطاع الزراعي. معايا استاذ رضا من الغربيه، اتفضل. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا استاذ رضا. مرحبا. ازي حضرتك؟ مرحبا يا حضرتك. اتفضل يا فندم. مرحبا بالسامع. انا سامعك، اتفضل. قول لي متصل ليه؟ ايه الهدف من الاتصال؟ اتفضل. ماشي يا فندم، ماشي اتصل اكلمك. ماشي. التطعيم المشي، لجنه بتنزل تطعم هنا. المواشي هنا يا فندم، واحنا عاوزين الوحده البيطريه تبع نمره، ومحدش بينزل لنا يطعم هنا في المواشي. احنا عندنا مزارع عزب تبع الكره، ومزارع خمس مزارع، عشر مزارع كبار يعني، مش مزارع شويه. ومحدش. أنا سامعك كويس، وطي التلفزيون علشان تقدر تكلمني. أستاذ رضا. أستاذ رضا. ماشي. أنت عندك مزرعة يا أستاذ رضا، ولا عندك حظيرة، ولا عندك إيه؟ لا لا لا، مزرعة، عندي 3 4 مزرعة كبيرة. بتوعك أنت؟ اتحرك بالتليفون، المزارع دي بتاعتك يا أستاذ رضا ولا الجيران؟ لا أنا وأخواتي. طب انتوا ليه ما طلبتوش الطبيب البيطري يجي لكم من الوحده البيطريه؟ احنا يا استاذ رضا معاكم رقمه يا جماعه؟ خدت رقمه؟ طيب بشكرك، هرد عليك، بس اخد استاذ حسن عشان معايا على التليفون. استاذ حسن من البحيره اتفضل. طيب فقدنا الاتصال بحسن. استاذ رضا بيقول لي ما حدش بيجي عندنا، وانا بقول لك الكلام ده مش سليم. كان نفسي تفضل معايا على الخط، لو معاكم رقمه كلموه تاني، اتصلوا بيه. الاطباء البيطريين المجهود اللي انا بشوفهم بيقوموا بيه بيبقى شيء من الظلم، ان انا اقول لك الناس دي ما بتجيش او ما بتنزلش، او ان انا اعمم ده. ممكن يكون لسه ما وصلوش لمكان، ما راحوش عند المزرعه دي، لكن هم شغالين كفرق عمل، هم موجودين من مزرعه لمزرعه، ومن حظيره لحظيره، ومن بيت لبيت، وبيقفوا على اول القريه يستقبلوا الناس، وموجودين في الوحده البيطريه. انتم تواصلتم معاهم؟ حضرتك طلبت الخدمه وحد قال لك لا مش موجوده؟ اتصل على 19561 للخط الساخن للهيئه العامه للخدمات البيطريه. انما اصل ما حدش بينزل عندنا، اصل الناس كلها، ما فيش حاجه اسمها الناس كلها، ما تحكمش على غيرك.
واللي وقعنا بكره يعني النهارده هنتواصل مع مدير مديريه الطب البيطري وهيكلموك على تليفونك ونعرف الموضوع ايه بالظبط. استاذ ابراهيم اتفضل. نعم. استاذ احمد من البحيره اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك انا كنت عامل مشروع اللي هو الحلابه وعامل كارد مع البنك. فبيقولوا دلوقتي لازم تدفع 20% من قيمه القرض. سددت 20% من قيمه القرض؟ اه تمام. قلت لهم انا معيشه سددت الفلوس دي يعني. انت واخد قرض بكام؟ عامل قرض 25 راس اللي هي المستورد. 25 راس وبعدين راحوا فين؟ لسه ما خدتش. اه هم طالبين منك 20% مقدم. اه مقدم. صح الكلام ده ولا لا؟ صح، واحنا قلناه قبل ما تروح تقدمه وفي البنك قالوا لك دي رؤوس مستورده. رؤوس ماشيه. آه. مستورده بفايده بسيطه. فاحنا النهارده قلنا ودي التفاصيل اللي انا قلتها على الهواء هنا مع ضيوفي، كنتم عارفين قبل ما تروحوا ان انت هتدفع 20%. انت رايح تشتري حاجه بالقسط، كل اللي مطلوب منك بيقول لك هتديني 20% من الثمن علشان تشتغل، ودي جديه. واحد بيعمل مزرعه طاقتها 25 راس ما شاء الله، يعني طاقتها الانتاجيه هتبقى مرتفعه لان دي انت عارف عجول مستورده، فهتديني انتاجيه مرتفعه وربنا يبارك لك يا رب. مفيش حاجه اسمها معيش، انت مقدم على قرض، دي شروطه، دي الشروط بتاعه القرض وبتاعه البنك. فلو كنت تقدر كمل، عشان انا عارف ان ده مشروع ان شاء الله ربنا هيكرمك فيه، مشروع مجزي ان شاء الله. المزارع المربيين كانوا بيكلموني زمان يقولوا لي ايه العجلات اللي احنا بنشوفها المستورده الجميله في المزارع الكبيره دي نفسنا فيها، صح ولا لا؟ محدش كان بيرضى يبيعها لكم من المزارع الكبيره، كنت تروح تدور عليها في السوق ما تلاقيهاش، ولا الكلام ده ما كانش بيحصل معانا يا جماعه ولا قفل؟ طيب خلاص، بشكر حضرتك. دي في حاجه اسمها ضوابط بنكيه، لما بتاخد قرض استثماري، قرض زراعي، غير السلفة، غير قرض البتيلو، غير قرض المواشي الحلابة، كل قرض ليه شروطه وليه ضوابط بنكية. بالنسبة لأستاذ رضا من الغربية، كلمني عشان الطب البيطري، وأنا هكلم مدير مديرية الطب البيطري يتابع معاه ونعرف إيه الموضوع. لكن اللي أنا عايز أقوله يا جماعة، استفيدوا من الحملة اللي شغالة في هذه الفترة. الخدمة بتبقى بأجر رمزي، موجودة معاكم ومستمرة حتى الانتهاء من التحصين بالكامل. التحصين موجود في الوحدات البيطرية على مدار العام. اهتموا بالمتابعة واهتموا كمان بالأمان الحيوي داخل العنابر، لأن دي مصلحتكم، ده استثمار المربي، هو استثماره كله في الحظيرة اللي عنده دي. الراجل ده حاطط كل فلوسه بتحوشته، وهو ده اللي كان بيتقال زمان، بيقولك أنا بحوش في المواشي دي. استاذ ابراهيم البحيره اتفضل. ماشي تحت امرك. اتفضل يا فندم، حضرتك على الهواء. اتفضل. اتفضل. عندنا 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 مشكله في الصرف. اللي هو ايه وفين بالظبط في البحيره؟ في مركز ابو مطامير جمعيه ذات الشركه. تمام، عملت ايه بقى المشكله دي؟ يعني ايه مش مسببه لك ايه؟ الصرف مكتوب المشكلة يعني؟ المشكله ديت مردوم حوالي كيلو ونص، الناس رتلاب مثلا مواشير من ايام الثوره. اه. قدام بيوت ومش عارفين نسلكها. في غرمنا عليها فلوس ياما عشان نسلكها، مش عارفين نسلكها بقى. طيب انت طبعا اكيد اشتكيت 100 مره في مصر. آه في الصرف. اه جمعيه زاويه الشركه بمركز ابو مطامير بحيره. اه قالوا لك ايه الحل؟ والله الحل قالوا عايز يتغير شمال يمين، مش عارفين ليه تغيير. هم عند لا لازم لجنه تيجي تقرر بالكلام ده. مفيش لجنه جت لغايه دلوقتي؟ لا مفيش لجنه جت لحد دلوقتي. طيب حاضر، عينيا الاثنين. انت زارع ايه في الشتاء؟ هتزرع ايه؟ زارعين غلة وبسيم وبنجا، ده الموجود عندنا في الارض. ربنا يا رب يوفقك ويبقى موسم حلو باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يصلح الحال والله. ان شاء الله. انت ليك اي طلب تاني غير موضوع الصرف؟ لا والله ده الصرف مزعلنا احلى زعل والله. لا وانا عينيا الاثنين وهتابعه لك وهرد عليك باذن الله، نقدر ان احنا نخدمك او نساعدك، لان دي حاجه عامه للمزارعين. بشكرك. والله والله انا اللهم صل على سيدنا محمد، ارضي حلوه بس ارضي جيراني بقى اعتبرها اقسم لك بالله حاطين مكنه بتنزع ميه. لا انا عينيا الاثنين. حاضر. استاذ خالد من الغربيه اتفضل. استاذ خالد. استاذ خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذنا؟ الحمد لله، ربنا يكرمك وكل سنه وانت طيب. وحضرتك بكامل الصحه. امين، اتفضل. والله كان عندنا مشكله كده بدات تظهر. انت استاذ خالد سعدون؟
ايوه فندم. طب ما انت صوتك مش هيستخبى يا استاذ خالد. ها ازيك يا عبد الرئيس؟ ازيك يا استاذ؟ صوتك مش هيستخبى. اتفضل. الشرف لينا. الله يخليك. والله في مشكله كده بدات تظهر بقى لها مده، طبعا هي مشكله عامه بخصوص موضوع الاعلام. محتاجين الاخوه في المراكز البحثيه او في قطاعات الوزاره وبنشط عن طريق حضرتك مشكله السموم الفطريه في الاعلاف. بتقول يعني اسعار الاعلاف اثرت فعلا؟ مشكله السموم الفطريه في الاعلاف. السموم الفطريه محتاجين يعني طبعا حضرتك نتيجه عارف الحرب الاوكرانيه وموضوع توفير العمله والكلام ده عامل تخزينات كبيره جدا والاعلاف او الذره او طب انا انت من كبار المربيين ومنتجين الالبان، يعني لما باجي اشتري اعلاف بشتري بكميات، وانا قبل كده قلت يا جماعه اللي هيشتري علف يا اما من مكان موثوق فيه يا اما باخد عينه وبحللها في مركز البحوث الزراعيه قبل ما ادفع فلوس، ولا ده مش صح؟ كلام سليم. هو كل المشكله يا استاذ سامح دلوقتي ان الفتره اللي احنا فيها دي نتيجه عدم انتظام سلاسل التوريد اللي موجوده سواء كانت عند التجار او في الادارات في الجمارك. الاعلاف دي بتتاخر بشكل كبير. التخزين وسوء التخزين بيأثر عليها. انا بقى انت معلش يا استاذ خالد، انت غير اي حد لما تشتري هتشتري كميه كبيره، فلازم بالضبط. بتدفع فلوسك في حته في مكانها الصح. فانا بضم صوتي لصوتك ان مزيد من المتابعه والرقابه، وفي نفس الوقت انا بقول بقى انا بتكلم في الجزء الجميل الارشاد، وانت عليك الدور ده. خلي بالك انت بيتعامل معاك كام واحد بيورد لك البان؟ اعداد كبيره. تمام. فانا عايزك تكون ليك الدور ده برضه وتساعدنا، وان شاء الله يعني يكون لينا لقاءات ميدانيه، نجي لك الغربيه ونسجل مع المربيين ونشوف ده على ارض الواقع. عينيا الاثنين، عينيا عينيا. معايا اخر مداخله، ده استاذ رضا من الغربيه، رجعنا له تاني لان انا محتاجه معايا. استاذ رضا. ايوه استاذ. الحظيره بتاعتك فيها كام راس؟ ايوه استاذ سامح. الحظيره بتاعتك فيها كام راس مواشي؟ يعني حوالي عندك من 50 راس يا استاذ سامح. ما شاء الله. ما روحتش طلبت من مدير الاداره الصحيه يجي يحصن؟ لا، احنا ما حدش بيسال. ان احنا انت ما رحتلوش. انا بطلب منك، هو مش هيسال، انا بسالك سؤال. وصلت؟ لا ما روحتش. لا ما روحتش عشان طيب. ما يبقاش حرام علينا. يبقى انت راجل محترم وانا بحبك في الله، لو سمحت. انا ما بحبش دور حد، انا راجل موظف ما بحبش دور طب حاجه. اسمعني، انا هكلمه، هكلم مديريه الطب البيطري وبطلب من حضرتك تروح له بكره، قول له هتجولنا امتى علشان هم شغالين بخريطه، وهتابعك اعرف الراجل ده جه ولا لا، الدكاتره بتوعه جم اشتغلوا عملوا لك بطاقه ورقم. ان شاء الله بكره هتلاقيني بتابعك تاني. والاعداد كده خد رقمك؟ خدتوا رقمه يا جماعه؟ خلونا ناخد رقمي ووصلونا لوكيل وزاره الطب البيطري. عينيا الاثنين. عشان عندي ست مزارع وهو يعين ويجي يشوف. مفيش اي مشكله، هتلاقيهم موجودين معاك بكره. يا دكتور سامح انت بتحل مشاكل الدوله كلها. انا بالعكس دولية. انا بحاول اوصل صوتكم، انا ما بحلش، اللي بيحل المسؤولين على فكره. انا عمري ما عملت حاجه ولا حليت لحد مشكلته. اديني فرصه بقى اوصل صوتك. بكره ان شاء الله او يعني انا هتواصل النهارده، بكره هتلاقيهم بيكلموكم موجودين عندك في الحظائر دي او في المزارع. بشكر حضرتك. هنطلع فاصل، بعد الفاصل معايا فقرة حوارية مهمة جدا هنتكلم فيها عن مستقبل الاستزراع السمكي في مصر، وأيضا إيه الأسباب اللي أدت إلى أن تكون مصر دولة من أعلى إنتاجية في المزارع السمكية وخاصة سمكة البلطي. عندنا كمان منارات علمية إرشادية أدت دورها على مدار السنوات الماضية، كيفية الاستفادة منها في الفترة القادمة، مثل المركز الدولي للأسماك. هيكون مشرفني في هذه الفقرة الدكتور أحمد نصر الله رئيس المركز الدولي للأسماك، ولكن بعد الفصل.